بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس باسترخاء، نجلس بوضعية مريحة، يفضل استقامة العمود الفقري، فرخي الجسم، نراقب التنفس، شهيق وسفير بانتظام بهدوء. نرخي كل أعضاء الجسم، أجهزة الجسم، منحس بالجهاز العصبي، الجهاز العضلي، العظمي، عم نحس بالكليتين، بالجهاز الهضمي. عم نشعر بالدورة الدموية، عم نشوف كيف كل جهاز مكون من عدة أعضاء، مثلا الجهاز الهضمي، المعدة، الأمعاء، الكبد، البنكرياس. الكبد عضو من الأعضاء المساعدة بوجود أعضاء أخرى بداخله، والعضو مكون من عدة أنسجة. الكلية عضو من جهاز الإطراح، فيها عدة أنسجة، الأنسجة فيها عدة خلايا، عدد كبير جدا من الخلايا. ناخد شهيق، نشحن كل الخلايا والأعضاء والأجهزة بالنور وبالسلام، بالزفير، استرخاء لكل الأعضاء. نتصور الخلية، الوحدة الأساسية في العضو. نتصور كيف مجموعة خلايا بتشكل نسيج، مجموعة أنسجة بتشكل عضو. نتصور كيف مجموعة أعضاء بتشكل جهاز، مجموعة أجهزة بتشكل الجسم. ناخد شهيق، نشحن كل الخلايا والأعضاء بالنور والنشاط، بالزفير، استرخاء مع طرد كل المعيقات. نتصور أنفسنا كأفراد مكونين من أجساد، كل جسد له شكل، له وظيفة، له صوت، له نغمة، له بصمة، يتغذى. هو كخلية
كخلية بشرية داخل الجسد، الإنسان كجسد، كفرد، ضمن نسيج اجتماعي، ضمن عائلي، ضمن طائفي، ضمن عقيدي، ضمن دين، ضمن حزب، ضمن مجتمع، ضمن قومي، ضمن هذا العالم، والعالم ضمن العوالم، والعوالم ضمن الكون الفسيح. مثلما تنشط الخلية الحية بتفاعلات لإدخال مواد عبر غشائها الخلوي وطرح مواد، كذلك نحن كأفراد نأخذ من العائلة والمجتمع ومن المكان مواد ونعطي مواد على شكل أفكار، كلام، مشاعر وأعمال. ناخذ شهيق، بنرخي الجسم من جديد، نتصور كيف الوحدة الأساسية بالجسد المادي هي الخلية الحية، كذلك الوحدة الأساسية بالمجتمعات البشرية هو الفرد. كل خلية عم تطلق موجة معينة، لها كهرباء، لها طاقة خاصة بها، وكذلك كل فرد بالمستوى المادي. مهمة الخلية المحافظة على وجودها ضمن الوعي المنخفض الممثل بموجتها المنخفضة، وكذلك الفرد عندما يكون بوعي مادي يمثل أخفض موجة من موجات الوجود. ناخذ شهيق، نتنفس الحياة ندعم وجودنا الفردي، بالزفير نطرد أي فكرة سلبية، أي مشاعر سلبية، كذلك نتصور كيف كل خلية من خلايانا بالشهيق عم تاخذ طاقة صافي نقي، بالزفير عم نتصور كيف كل خلية عم تطرح المواد السمية منها، بالشهيق عم ناخذ النور الصافي النقي كأفراد،
والزفير عم نطرح الأفكار المسممة والمشاعر السلبية. بنتصور كيف مجموعة الخلايا بأعداد كبيرة تشكل نسيج. النسيج له موجة، كذلك نحن مجموعة أفراد نشكل نسيج، قد يكون عائلي، قد يكون عقائدي، قد يكون مهني، مدرسي، كل تجمع له موجة. كذلك النسيج الخلوي له موجة تعبر عن مجموع موجات الخلايا، هو بموجة مرتفعة أكثر من موجة الخلية منفردة. وكذلك نحن عندما ننتمي لنسيج اجتماعي نصبح بموجة تمثل الوعي المجتمعي، الوعي الجمعي. ناخذ شهيق بننشط بالنور نسيجنا الاجتماعي أو العائلي، بالزفير نطرد من هذا النسيج الاجتماعي المعيقات والسموم. كذلك نأخذ شهيق للنسيج الخلوي، من نشط النسج فينا بالزفير نطرد السموم المتراكمة في النسيج. نتصور كيف مجموعة نسج عم بتشكل عضو، كذلك مجموعة عائلات تشكل منطقة أو عقيدة ما. في كل منطقة يتشكل موجة تعبر عن لغة أو لهجة أو عادات أو تقاليد، فيصبح للمنطقة مهمة ما. كذلك في الجسد البشري فإن كل عضو يتشكل من مجموعة أنسجة ليصبح بمهمة ما. ناخذ شهيق بننشط بالنور بالنقاء والصفاء روح العضو المعني، بالزفير نطرد الموجات الدخيلة المسببة للمرض العضوي. كذلك بالشهيق نأخذ النور النقي، ماء الحياة، لننشط المجتمع الذي نسكن به، المنطقة نطهرها بالنور، بالزفير نطرد منها الشحناء والبغضاء
الحسد والحقد والكراهية بين الأفراد. بالشهيق نأخذ نور المحبة والانسجام والتناغم، ونطرد ظلامية النفوس. نتصور كيف مجموعة أعضاء بداخل الجسد البشري تشكل جهاز، كذلك مجموعة مناطق أو محافظات تشكل دولة ما، مجموعة مذاهب تشكل دينا ما، ناخذ شهيق بننشط بالنور الموجي المنطلقة من الجهاز البشري. لكل جهاز مجموعة أعضاء أيضا له موجة، له روح، له معلومة معينة. بالزفير نطرد السموم من الجهاز المعني، وكذلك نأخذ شهيق ننشط بالنور، نور الوعي الصافي، نور الحقيقة، نور التراحم والمحبة والإخاء والتعاون لكل الأعضاء والمناطق المشكلة لجهاز الدولة. بالزفير نطرد كل المعيقات والمخالفات والعوائق والسدود أمام اليسرى بين العائلات والمجتمعات والمحافظات ليسهل سريان الطاقة في جهاز الدولة الذي ننتمي إليه. بالشهيق عم ننور كل الشوارع والمناطق بكل الدولة التي ننتسب إليها. بالزفير عم نطرد الخلايا السرطانية والأفراد المسرطنة التي تسبب مشاكل في التناغم. نتصور كيف مجموعة الأجهزة تشكل الجسد البشري، وكذلك مجموعة دول تشكل الكرة الأرضية. ناخذ شهيق ننشط بالنور كل الجسد بأجهزته المختلفة وأعضائه وأنسجته وخلاياه. بالزفير نطرد السموم والأمراض كذلك. بالشهيق نطهر الكرة الأرضية كلها بالنور. نغلفها بالمحبة، بالنقاء، بالصفاء. بالزفير نطرد الخلافات بين الدول. شهيق نور لكل الكرة الأرضية
يفتح كل المسارات والسبل بين كل الدول. بالزفير نطرد وهم الماضي والخلافات والأحقاد. بالشهيق نشهق الحب والنور. بالزفير نطرد الخلافات بين المذاهب والأديان والمجتمعات والعائلات. نتصور كيف الخلية التقت بالجسد الفردي وأيضا الكرة الأرضية عبر عنها بالجسد الفردي. نحن أصبحنا جسد واحد ضمن مجموعات شمسية وأكوان وعوالم وطبقات، مثلما هناك موجة لكل خلية وكل نسيج وكل عضو وكل جهاز وكل جسد، كذلك للجسد الأرضي موجة تعبر عن الوعي العالمي، وعي العالم، بعد أن كانت موجات مجتمعية معينة، هناك وعي للعالم يرتبط بالوعي الكوني. عندما نصلي بالمحبة والسلام لكل الكائنات بكل المجتمعات، فإننا نفتح مسارات الطاقة بجسدنا الكوني الممثل بهذا الجسد البشري. كل شعور بمحبة وسلام نشعر به سيلاقي صدى في العالم الأرضي ككل. ناخذ شهيق، نشعر بطاقة النور، برانا الحياة تطهر كل الجسد بأجهزته وأعضائه وأنسجته وخلاياه. نشعر كيف عم نتحول لجسد من نور، كيف الموجات كلها، موجات الطيف عم يتعبر عنها بهذا المستوى، وكلما تنقينا كلما ارتفعت بنا الموجة لنصبح بروح العالم، لنلامس روح الكون، لنلامس روح الحياة، عندها نصبح باتساع النفس الكلية الشاملة التي تتشبه بالأم حواء، الأم الإلهية التي تحتوي كل الخلايا، كل الأفراد، كل الأنسجة، كل العائلات، كل الأعضاء، كل المجتمعات، كل الأجهزة، كل الدول، تحتوي الأكوان. ناخد شهيق، مننقي هاي النفس الكلية اللي عم نحصلها الآن
عم نشوف كيف نحن حاوين لكل هذه الموجات، لكل الأفراد والمجتمعات، أصبحنا بنظرة شمولية. عندها نرتفع لوعي العقل الشامل الذي هو بمثابة معلومة واحدة تربط كل الأكوان، مثل شفرة الدي ان اي بداخل كل خلية هي نفس المعلومة، أصغر من أصغر شيء أكبر من أكبر شيء. الآن نستوعب ونعي روح الوجود الموجودة في أصغر من أصغر شيء، بنواة الخلية والمربوطة بأكبر من أكبر شيء بالعقل الشامل. العقل الشامل هو الروح، الروح الواحدة في الجميع، معلومة واحدة. هنا عندما نصبح بهذا الاتساع، بهذه الشمولية، نزفر منا كل فكرة وشعور سلبي، لا يبقى لدينا بداخلنا أي عقدة بأي مجال بأي عضو بأي مكان، لا يوجد أي مرض سالب أو موجب، لا يوجد تطرف عقائدي، لا يوجد إلا الدين الأبدي الكوني الواحد، لا يوجد إلا طائفة البشرية جمعاء، لا يوجد إلا لغة القلب الواحد بالمحبة. هنا بالذات نلامس أعتاب الإلهية، هنا بالذات نصبح بنغمة أحدي الذات، هنا بالذات والذي يفنى يشهد حقا بوجود أحدي الذات. هنا قد فنيت منا الذوات وخلايا الانفصال لتعزف سيمفونية رائعة الجمال تعبر عن الواحد الأحد، جل جلال الواحد الأحد هو فينا وبكل الوجود. هنا بالذات ندرك أننا قد أصبحنا حقا من الموحدين الفائزين في الدارين، دار الحياة الدنيا بذبذباتها الدنيا من خلال الخلايا، ودار الآخرة بهذا الاتساع الشامل لعقل الوجود الأرفع. هنا بالذات قد نفينا الشرك من أنفسنا، فلهذا فليعمل العاملون، وعلى هذا فليتنافس المتنافسون، وعليها لأجل تحصيلها فليبكي الباكون. ناخد شيء زفير. الآن ندرك معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
الآن نعلن من خلال هذا التأمل الخاص أننا نطلق موجة توحيد الإله العظيم. الآن هذه الموجة النورانية ستتراكم بالوعي الجمعي لتطوره باتجاه الوعي الإلهي. ناخذ شهيق، نشهق سعادة الوعي، وبالزفير نطرد وهم الانفصال. بالشهيق نشعر من جديد بالتدريج بجسدنا المادي اللي الآن بدنا نحبه أكثر كمظهر للإله، كلي الوجود، كلي المعرفة، كلي القدرة. الآن سنحب كل موجود كتجلي للإله الأحد فرد الظهور الصمد. للي بحب بعد قليل يقدر يفتح العيون ويتابع الكلمات التي تظهر على الشاشة. اللي بحب يظل بهذا الجمال يصغي لموسيقى تجليات الوعي، فليكن بسلام، كونوا بمحبة وسلام، كونوا بوئام وانسجام، كونوا بفرح الكائن الأسمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.